انا ما مصدق ان النظام اخترب وانتم ما تقدرون تصلحونه. بصراحه يا ابو فاطمه ما اعرف شو اقول لك. ما تعرف شو تقول له. ايه لازم ما تعرف شو تقول له. انت السبب ترى. الحين ما تعرف شو تقول. الحين انا السبب؟ انت اساس المشكله كلها، كلها منك ومن عبقريتك. انا اساس المشكله؟ انتوا طلبتوا مني اركب النظام وانا اساسا مو مقتنع في هالنظام. شو لازمته وشو اللي استفدنا منه الحين؟ نظام اداره المصارع شو لازمته؟ بالله عليك خبرني كيف بتدير الانتاج من غير تكنولوجيا؟ صح الشركه كانت محتاجه هذا النظام ونحن خبرناك تشتريه، بس انت سببت لنا هاي المصيبه. النظام سوى كراش والمعلومات اللي عليه كلها راحت. راحت يا ابو فاطمه. انا اللي سويت لكم المصيبه؟ ابو فاطمه عطانا ميزانيه وقال ما تتعدون هالميزانيه، وانا بذكائي وبشطارتي وعبقريتي المعروفه عني ما صرفت ولا درهم واحد حتى. الحين تقول لي انا اللي سويت المصيبه؟ اصلا انت تغار مني. اعترف 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 قدام ابو فاطمه. اعترف الحين. انزين انزين خبروني وين اشتريتوا النظام؟ هل كان في ثلاث عروض ولا عرض واحد؟ احنا يا حسام نبغي منك عرض لبرنامج نظام إدارة مصانع. هي ولابد أن يكون عندنا ثلاث عروض، يعني عرضكم أنتو بنقيمه مع عرضين من شركات ثانية. أها عندكم العرضين ولا بتستنوا يوصلوا؟ أنت الحين ما عندك معارف ربع زملاء شيء دور مني من أكيد لنا عرضين من عندهم. سعيد ما يستوي كذا، العروض لازم تكون محايدة. يا رجال بلا محايدة بلا انحياز، حرب هي حرب. بعدين أصلا إحنا نبغي حسام يفوز ربيعنا هذا، بعدين إذا فاز ترى يعطينا 20% خصم، ولا شو قلت حسام؟ ماشي اكيد ما شاء الله عليك ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. ها شفت منو قال ما شيء؟ انا ما قلت شيء. انزين هل السعر كان شامل تدريب على النظام؟ تمام هذا عرضنا زائد 50% مقابل التدريب. ليش 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 50% تدريب؟ بتدرب المنتخب الوطني حق كاس العالم انت؟ سعيد التدريب مهم. خلف لو تناقشني قدام الشركة، هذا أصلا التدريب ناخذه مجانا. تدريب مجانا؟ 10 أيام تدريب مجانا؟ لا أستاذ سعيد مستحيل. زين خلاص خلها 9 ما نبغى 10. لا صعب صعب آسف ما بقدر. زين يوم واحد. سعيد يوم واحد ما يكفي. أنا ياس أتكلم وياه، أنت لا تقعد تتدخل. حسام اسمعني، خلي التدريب يوم واحد، أنا إنسان عبقري، دربني عطني كل شيء عندك وأنا بدرب باقي الموظفين وخلاص انحلت المشكلة، وعطني إياه مجانا هو يوم واحد. مش عارف إذا هيك بنفع ولا لا. صراحة أنتوا تحتاجوا 10 أيام تدريب، وإذا بنضغط الموضوع 8 أيام أقل شيء، بس مش مجانا. يا أبوي خلاص تدريب ما نبي ما نبي، هذا التدريب مالكم ما نبى، كله هو برنامج إدارة مصانع، شو نبي في التدريب ماله؟ ما يستوي كذا يا سعيد. ما في ميزانية يا خلف. ماشي أكيد ماشي. ما شاء الله عليكم. منو قال ماشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كيف قيمتوا ملائمة النظام لاحتياجات المصنع؟ شو هالنظام يعني شو يسوي؟ شوف استاذ سعيد هذا اسمه نظام إدارة المصانع، بقدم لك حلول تكنولوجية لكل احتياجات المصنع، من إدارة إنتاج، إدارة مالية، مخازن، مشتريات، خدمة عملاء وحتى العلاقات، يعني بسهل لك كل الإجراءات والعمليات بجودة عالية. ممتاز. شو اللي ممتاز؟ وانت كل حد قال شيء قلت ممتاز؟ ما يخصك انت، انا لو مو مفاوض ممتاز كان الله يعلم شو صار فيك. ليش يا اخي؟ خلاص اسكت. اسمعني يا حسام، احنا نبغي برنامج بس حق إدارة النظام هذا مال الإنتاج. ما بيصير لأنه كل البرامج مترابطة مع بعضها البعض. يا أخوي اسمعني، احنا المشتريات بنديرها بورقة وقلم، وبالنسبة للمبيعات احنا ترى ما عندنا مبيعات، والإدارة المالية بسيطة، محاسب يسويها، اشترينا ب50، صرفنا ب20، كلام بسيط يعني ما يبغى له نظام، المهم الإنتاج. شو هالكلام أستاذ سعيد؟ هذا كلامي سر السامعين، نزل السعر 70% وعطنا بس برنامج إدارة الإنتاج. أستاذ سعيد والله أنا أول مرة يمر علي طلب زي هيك صراحة. بصراحة وأنا مثلك. اللي ما يعرف الصقر يشوي، أنا عارف لكم يا البياعين، أقول لك نزل السعر وعطنا بس برنامج إدارة الإنتاج. بس هيك النظام بيخرب. ليش يخرب؟ لبن هو يخرب حزام. حسام أنا أربيعك وأعرفك، لا تقعد تسوي لي هالحركات، بعدين أنا بوصي عليك المصانع كلهم يشترون من عندك. نزل السعر، شيل باقي البرامج، وعطني بس برنامج إدارة الإنتاج. أنا شو أنت؟ لا في وقت ولا في ميزانية. ماشي. أنا ما مر علي مثل شيء. عشان كذي أنا حصلت لكم البرنامج بدون تكلفة. أنا منو قال ماشي؟ أنا ما فهمت شيء.
ليش الشركة ولا حسام مالكم هذا ما يكون هو المسؤول على النظام وصلحه؟ أكيد في كفالة. كل هذا عشان عبقرية سعيد. الحين آخر كم حسام؟ كم التكلفة آخر شيء؟ والله أنا بطلت أركز. أنت ما بدك أغلب البرنامج، بس بدك الإنتاج. صح. وما بدك تدريب. إيه. وما بدك البرنامج، قصدي ما بدك الكفالة. كفالة ليش بعد؟ برنامج زين ولا مو بزين؟ برنامج زين بس ها 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 شوف شوف زين بس عشان يقولي بس أبي فلوس. أنا أعرفهم أيل. بس الكفالة مهمة يا سعيد. المهم الفلوس، الميزانية ما عندنا إحنا ميزانية. أوكي أنا عندي اقتراح. شو؟ شوف سيد سعيد، هذا النظام ما بنفع إني أخطب منه ولا برنامج، وما بنفع بدون تدريب، ولا بزبط بدون كفالة. أحسن شيء تجيب لك شركة تبرمج لك نظام إدارة الإنتاج. والله فكرة. زين وشو الميزة؟ الميزة لما حد يبرمج لك كامل النظام بياخذ احتياجاتك تماما، وبكون النظام ملكك كامل متكامل مع الحقوق الفكرية. أنا حليتها. ممكن أشوف النظام مالكم هذا وقلده؟ أنا أعرف شوي في البرمجة. ما بعرف إذا بيصير هيك. بيصير هيك. ليش ما بيصير هيك؟ بيصير هيك ونص بعد. أنا حبيبك يا حسام، عطني البرنامج 5 دقائق بسرق الأفكار برجع لك الأصل وخلاص أكون برمجته وخلصت. سعيد تعرف تبرمج؟ خلاص أنا بسوي كل شيء عشان خاطر هالشركة. ماشي. يعني أنت اللي برمجت النظام يا سعيد؟ هي أنا، بس منو اللي قال ماشي؟ خلف. أنا ما تصورتك شي يا خلف. أخ عليك الخلف. تذيخ يبظن بفاطمة فيك؟